ايش الفقس يعني فهمتي، ويجب يكون عندك صغيرات يعني في المدرسة الإعدادية ولا في المعهد الثانوي، عندك أكيد يعني أهلك وبويك يعني في المدرسة الإعدادية ولا المعهد الثانوي، يجب يعطيك صورة على أنه الغرافي الفقس اللي منجح بشكل متميز ومثير جدا. يعني وإحنا في النقابة الجهوية والله صدقا فخورون بأن الأساتذة لما مصار على الغرام هو أنه الأساتذة اليوم استطاعوا أن يتساموا عن تجاذبات الحزبية الضيقة بتاعهم وأن يتصرفوا مع مطالبهم كجسم سياسي نقابي واحد. هذا سبب أساسي من أسباب نجاح الأغراب بشكل متميز. السبب الثاني هو أنه اللائحة المهنية اللي على قاعدتها يعني أجزنا أغرابنا كانت لائحة مهنية واضحة ومهنية بامتياز، في معنى أنه يعني على مستوى صياغتها وعلى مستوى المطالب المطروحة سعت إلى أن تبعد على كل ما هو سياسي يجب يفرق بين العباد. يعني اللائحة المهنية وحدت الأساتذة. السبب الثالث أنا في قراءتي لنجاح الغرام هو أنه يعني وزارة التربية وزارة الشباب والرياضة تعاملت بشكل أرعن مع مطالب الأستاذ، لأنه أنت تعرف أنه كان عم ناول عنا إضراب يوم 26 أبريل ويوم 18 أبريل ألغينا الإضراب، والسيد وزير التربية يوم 18 أبريل أمضى لنا على وثيقة يلتزم بمقتضاها باحترام كل الشقيات اللي أمضاها مع خاصة التعليم الثانوي، والتزم بمقتضاها بأن يحول كل اتفاقيات إلى أوامر وقوانين تصدر برا درس. احنا تو 18 أبريل عن أكثر من 6 أشهر، 6 أشهر مضت ورغم ذلك يعني سيد وزير التربية لم يقم بأي شيء، وهذا ما تلمسه الأساتذة لأن هذه يعني وقفوا عند حقيقة التربية تتعامل مع مطالبهم يعني بسياسة المماطلة والإرجاء والتسويف والتلكو وإلى آخر ذلك، وهو ما دعم لهم قناعة أنه الدفاع على مطالبهم يستوجب بالضرورة يعني أنهم ينخرطوا في الأضراب. لهذه الأسباب مجتمعة الأضراب بتاع اليوم يعني كان ناجحا بامتياز، ونجاح بتاعه أولا عبرت عليه ولا عبر عليه التجمع الكبير اللي وقع في دار الاتحاد الجوي لشرب السقف، عن زميلات وزملاء جاءوا يعني في مسيرات يعني راجلة من معهد نادي شاكر 15 نوفمبر ومجيد أبو ليلة و18 جاذي و13 قوت وليسي تكنيك إلى دار الاتحاد الجاوي لشرب السقف. والحاجة الأبهى في أضراب الأساتذة هو أن الأساتذة اليوم جمعوا بين يعني الجانب الاجتماعي والجانب الوطني القومي في أنه مباشرة بعد نهاية الاجتماع مع ألو قلت لك مع بعد نهاية الاجتماع يعني فهمتي الأساتذة خرجوا في شوارع السقف يعني مساندة لفلسطين ولغزة وتنديدا بالعدوان الصهيوني على أهلنا في غزة. يعني في معنى أنه الأغراب اليوم يعني كان أغراب فيه البعد الاجتماعي المهني في البعد الوطني، وك علاش يعني أعطانا الأغراب اليوم في جهة السقف نكهة خاصة، نكهة يعني هكا الانتصار لكل القضايا العادلة، كانت قضايا مطلبية مهنية ضيقة أم قضايا يعني تم أمتنا وتم شعبنا في فلسطين. هذا عموما انطباعاتي أنا ككاتب عام النقابة الجهوية على ضرب السبب في جهة السقف. شكرا لتعامل عايش. تفضل يا سيدي.